سورة آل عمران سورة مدنية آياتها 200، وتسمى هي وسورة البقرة بالزهراوين. وعمران هو والد مريم أم عيسى عليه السلام، وآل عمران هم المؤمنون من عشيرته وذوي قرباه، وبهم سميت السورة. تأتي السورة بثلاثة خطوط عريضة تتناثر نقطها في السورة كلها وتتجمع وتتركز في مجموعها، وأول هذه الخطوط بيان معنى الدين. فليس الدين هو كل اعتقاد في الله، إنما الدين صورة واحدة من صور الاعتقاد فيه، صورة التوحيد المطلق الناصع القاطع الذي بعث الله به كل أنبيائه ورسله. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومن ثم يكون الدين الذي يقبله الله من عباده هو الإسلام. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما الخط الثاني الذي يركز عليه سياق السورة فهو تصوير حال المسلمين مع ربهم واستسلامهم له وتلقيهم لكل ما يأتيهم منه بالقبول والطاعة والاتباع الدقيق. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وأما الخط الثالث العريض في سياق السورة فهو بيان أن هذا الكون بنظامه البديع كتاب مفتوح يدعو إلى التفكر والتأمل في روعة صنعه بهذا النظام، ويحمل بذاته دلائل الإيمان بربوبية الله تعالى، ويوحي بأن وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرى وحسابا وجزاء. ويرشد لهذا الخط من السورة الآيات التي بدأت بقوله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وختمت بقوله تعالى: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. من فضائل السورة ما جاء عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. سورة آل عمران عقيدة المسلم كما يجب أن تكون.